بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 96. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف، وباعثها أو باعثتها الأخت يا أختنا، تقول: هل المرأة تزكي ذهبها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الحلي يتخذ من الذهب أو الفضة فيه تفصيل من حيث وجود الزكاة وعدمه. فإن كان هذا الحلي معدا للتجارة أو للقلية فإنه تجب فيه الزكاة، لأن إذا بلغ النصاب أكثر بأن يخرج منه ربع العشر إذا حال عليه الحول، إذا كان معدا لغير الاستعمال، أن يكون معدا للقلية أو معدا للتجارة. إن كان معدا للقلية الزكاة عليه في وجهه، وأما إن كان معدا للتجارة فإن الزكاة تجب بمقدار قيمته، بأن يخرج ربع العشر من وزنه إن كان معدا للقلية، أو ربع العشر من قيمته المقدرة عند تمام الحول إن كان معدا للتجارة. أما إذا كان الحلي معدا الاستعمال والتزين به للمرأة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا تجب فيه الزكاة، نظرا لأنه من الأشياء التي يستعملها الإنسان في حاجته مثل الملابس والمساكن والمراكب، فلا تجب فيها الزكاة. ومن العلماء من يرى وجود الزكاة فيه نظرا لعموم وجود الزكاة في الذهب والفضة، والأدلة وردت في إيجاب الزكاة في الحلي خاصة، فهذا هو القول الآخر في المسألة. وعلى كل حال، إخراج الزكاة فيه وإن كان معدا للنجاس يكون أحوط وأبرى منه خروجا من الخلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت بأن من أراد الحج وعليه ديون فإن حجه غير صحيح في دينه، جزاكم الله خيرا. الحج في حد ذاته صحيح وإن كان عليه ديون، ولكن من حيث الجواز والإثم هذا فيه تفصيل. إن كان عنده مال يغطي للديون ويغطي لنفقة الحج فلا حرج عليه في ذلك، لأن وفاء الدين مؤمن، وعنده مال يستطيع لقضاء دينه ولحجه فلا مانع من ذلك، ولا يؤثر الدين على الحج. أما إذا كان بالعكس عنده مال قليل لا يستطيع لوفاء دينه ومؤونة حجه، فإنه يقدم وفاء الدين، ولا يجوز له أن يحج في هذه الحالة، فإن حج فهو آثم، ولكن حجه يكون صحيحا مع الإثم. جزاكم الله خيرا. سمعت بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه في قبره، هل في توضيح هذا المعنى؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا ورد فيه أحاديث أن الميت يعذب بما نوح عليه، مع قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. قد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأصول، من العلماء من قال معنى يعذب ببكاء أهله عليه أو بما نوح عليه أنه إذا كان أوصى بذلك قبل وفاته، أوصى بأن يناح عليه وأن تتقى عليه الديون، فإنه يأثم بذلك لأنه رضي بهذا الشيء قبل وفاته، كما قال الشاعر: إذا مت عن عيني بما أنا أهله، وتقصي علي الجيب يا أم معبدي. فمثل هذا يأثم لأنه أوصى بذلك قبل وفاته، فيكون راضيا به، ويكون الحديث محمول على هذا، على الذي أوصى. ومن العلماء من يرى أن معنى يعذب ببكاء أهله أو بما نوح عليه أنه يتألم بذلك، أنه يتألم في قبره بذلك، هذا معنى التعذيب، تألمه من هذا الأمر. والحقيقة أن الواجب يبقى النصوص على ظاهره، وأنه يعذب بما نوح عليه، فيقتضي هذا منع النياحة على الأموات ومنع صرف الديون على الأموات، لأن ذلك
ينالهم منه العذاب وهم في قبورهم، في حين أن النائحين يظنون هذا من إكرامهم ومن بيان مقامهم وتأثير فقدهم، وأن الذي لا يناح عليه أنه ليس له قيمة، هكذا يقول لهم سيقول الإنس والجن، ولكن الواقع خلاف ذلك، وأن الميت يناله الضرر من هذا العمل لأنه معصية. فإذا علم أقارب الميت بهذا فإنهم يمتنعون عن النياحة، يكون هذا من باب الزجر لهم والمنع لهم من هذا العمل. نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، قد تمر من أمام بعض البيوتات فترى وكأن البيت قصر أفراح، فإذا ما سألت قالوا هنا مأتم، ما هو توجيه الشيخ صالح؟ هذا أمر منكر، إقامة المآتم على الأموات هذا من أمور الجاهلية، وهذا يدخل في النياحة، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فإقامة هذه المآتم والتأبيلات هذه محرمة، لأنها بدعة، ولأنها من النياحة، ولأنها فيها تكاليف مالية كثيرة وإسراف، وأيضا يكون فيها منكرات، وربما يكون فيها شركيات. كل هذا من سلبيات هذا العمل الذي لا مصلحة فيه لا للأحياء ولا للأموات، إنما المشروع في حق الأموات ترحم عليهم ودعاء لهم والاستغفار لهم وتصدق عنهم وتنفيذ وصاياهم، هذا هو المشروع الذي ينفعهم ويستفيدون منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الذي ينفع الأموات هو الأعمال الصالحة من الدعاء والصدقة والحج والعمرة عنهم، أما إقامة المآتم وإقامة بيوت العزاء وصنعة الطعام من الناس أو من أهل الميت توسع في ذلك، كل هذا من الآثار والأغلال التي ليست في مصلحة الأحياء ولا في مصلحة الأموات. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، يناقش بعض الإخوة المستمعين يقول: ما ذنب المتوفى حينما يعذب ببكاء أهله عليه؟ ما هو توجيهكم للناس حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم، هكذا ورد الحديث، ونحن نثبت ما ورد في الحديث، ولم يتبين لنا وجه ذلك، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق بين الشخص الذي يوصي بأن لا يناح عليه والشخص الذي يقصد هذا الموضوع؟ الذي يوصي بأن يناح عليه لأن لا يناح عليه. نعم، هم يمكن أن القسمة ثلاث أنواع. طيب، الذي أوصى بأن يناح عليه هذا يعذب، طيب، لأنه رضي بالمعصية وأمر بها، والذي أوصى بأن لا يناح عليه هذا سلم من الإثم لأنه تبرأ من هذا العمل. أما الذي سكت هذا موضع النظر. جزاكم الله خيرا. إذا توصون الناس بأن يكون ضمن وصاياهم أن لا يناح عليهم، هذا إذا كان في مجتمع يناح عليه، العادة أنه يناح على الأموال. أما إذا كان في مجتمع مسلم ملتزم ولله الحمد، مثل ما هو في بلادنا في الغالب، هذا لا يحتاج إلى وصية، لأن الحمد لله الناس على وعي من هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. وإن تعددت أوجه النياحة؟ النياحة كلها محرمة، ليس فيها وجه مباح. معناها النياحة معناها رفع الصوت، النياحة معناها رفع الصوت بالبكاء على الميت والنحيب وإظهار الجزع وتعداد محاسنه، هذه هي النياحة. والاجتماع لسماع القرآن هذا من البدعة، يعني من عمل الاجتماع للعزاء واستئجار المقرنين للميت، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلاح. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى مكة المكرمة عبر رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحرف ميم. أخونا يقول: ما هي عقوبة من نسي القرآن الكريم ومتى يؤجر المرء في ذلك؟ من نسي القرآن الكريم نتيجة مرض أو نتيجة إصابة لا حرج عليه بذلك، أن هذا بغير اختياره. وأما من نسي القرآن الكريم نتيجة إهمال وعدم محافظة على تلاوته فهذا يكون قد خسر خسارة كبيرة نتيجة إهماله وفقد خيرا كثيرا. أما أنه يأثم على النسيان فهذا يحتاج إلى دليل، ولكن نقول أنه فقد نعمة عظيمة وخسر خسارة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعاهد هذا القرآن، قال: تعاهدوا هذا القرآن، إنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، مما يدل على أنه مطلوب ممن حفظ القرآن أن يتعاهده بالتلاوة، وأن لا يمر عليه سهر على الأقل، إلا وقد أنهى تلاوة القرآن، وإن قرأه في ما هو أقل من ذلك فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. ما هي عقوبة من صبر على امرأة سيئة الخلق والدين؟ إذا صبر عليها لمصلحة بقاء النكاح وبقاء العشرة بينه
وبينها، وأيضا من أجل حقوق الأولاد ومن أجل مصلحة الأولاد، فإنه يؤجر على ذلك لأنه تحمل الصبر في مقابل مصالح عظيمة فيكون له الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا فسيرضى منها الخلق الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صبر مطلوب على كل حال، المسلم يؤجر على صبره إذا كان هذا الصبر في سبيل تحقيق مصالح لدينه ودنياه. جزاكم الله خيرا. متى لا يؤجر بصبره على المرأة؟ إذا كانت المرأة عافية ومخلة بشيء من حقوق الله فلا يجوز له أن يرضى بذلك ويصبر عليها وهي مخلة بذلك لفرائض الله، أو مخلة بحقوق الله، أو متساهلة في أمر عرضها وحسنتها، إنه لا يجوز له أن يصبر عليها، لأن هذا فيه مضرة دينية عليه وعلى أهل بيته وذريته. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال يقول فيه: كيف تنصحون المرأة المسلمة بتقسيم يومها؟ المرأة المسلمة تحافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى بأداء الصلوات في مواقيتها، وتحافظ على طاعة زوجها بالمعروف في الأوقات التي تحتاج إليها زوجها، هذا من الواجبات عليها، أداء حق الله سبحانه وتعالى ثم أداء حق الزوج عليها، وفيما عدا ذلك تقضي الوقت فيما هو نافع ومفيد في تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وتربية أولادها وتعليمها. وكل وقت المرأة المسلمة الواقع كله مشغول بما هو خير ومفيد من أداء الفرائض في مواقيتها، وطاعة زوجها في الحالات التي تحتاجها فيها، وفي تربية أولادها، وفي ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن صلاة النافلة، وكل وقت المرأة المسلمة مشغول بالخير. جزاكم الله خيرا. السؤال أيضا من الرجل: كيف يكون تقسيم اليوم؟ وكذلك الرجل يجب عليه أولا أداء الفرائض في مواقيتها، يجب عليها أن يؤدي الفرائض في مواقيتها، ويجب عليه كذلك أن يقوم بما يحتاجه أهله من زوجته وأولاده مما هو من مسؤوليته، لأن يقوم بهذا العمل على خير وجه في تربيتهم وتعليمهم وتأمين الحوائج التي يحتاجونها في مصالحهم، ثم أيضا طلب الرزق، وعليه أن يطلب الرزق لنفسه ولأولاده، إما بعمل وظيفي أو بعمل تجاري أو يطلب الرزق. وطلب الرزق إذا كان مع نية صالحة يكون من العبادة، يكون من العبادة. قد عد النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الزوجة من العبادة ومن الصدقة، عده من الصدقة إذا كان بنية صالحة. وإذا كان عنده زيادة وقت فإنه يشغله بذكر الله عز وجل من تسبيح وتهليل وتلاوة القرآن وصلاة نوافل وذلك، ويجعل لنفسه أيضا قسطا من الراحة لأجل أن يستعين بذلك على مهام دينه ودنياه، وكذلك يجعل وقتا لمن يزوره من إخوانه، لأن للزائر حقا على المزور أيضا، يقسم وقته على هذا المنوال الفرائض لحاجة أهل بيته، لاستقبال زواره، لطلب الرزق وطلب الكسب، لراحة نفسه بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك أي الذي يزورك عليك حقا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا. أرجو تحديد أفضل الساعات والأوقات لإجابة الدعاء. أفضل الأوقات والحالات لإجابة الدعاء في حالة السجود، حالة السجود في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقليل أن يستجاب لكم. وكذلك من الأوقات التي يرجى فيها أو هي من أوقات الإجابة آخر الليل، نصف الليل وآخر الليل، على الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وكذلك من أوقات الإجابة ساعة في يوم الجمعة، ساعة في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة، الصحيح والله أعلم أنها كما ذكر الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب. وكذلك يترجح أيضا أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، في هاتين الفترتين مظنة حدود هذه الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تسأل فيها فتقول: ما الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة؟ وهل يجوز للمطلقة اتخاذ الزينة والخروج من البيت؟ عدة الطلاق وعدة الوفاة بينهما فروق. عدة الوفاة
تكون بالأشهر 4 أشهر وعشرة أيام. أما عدة الطلاق فإن كانت المرأة ممن تحيض فإن عدتها 3 حيض، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس فإن عدتها 3 أشهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض على الراجح، وقيل 3 أطهار على قول آخر. وقال في التي لا تحيض لصغر أو إياس: واللائي يئسن من المحيض لنسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وأما الحامل فعدتها وضع الحمل من طلاق أو من وفاة، قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت الحامل مفارقة في الحياة فعدتها وضع الحمل من غير خلاف، وإن كانت متوفى عنها فعدتها بوضع الحمل على الراجح من قول العلماء. وكذلك هناك فرق من حيث ما يلزم المعتدة أثناء العدة، المتوفى عنها يلزمها الإحداد أو اجتناب الزينة ولزوم البيت مدة العدة، وأما المطلقة فإنها يباح لها الإحداد، يباح لها الإحداد إباحة مدة العدة، كما قال: يباح لبائل من حي. ولزومها البيت أحسن لها، وإذا خرجت فلا مانع مع التستر، لا يلزمها البقاء في البيت، لها أن تخرج ولكن يكون هذا مع التستر، ومهما بقيت في البيت فهو أحسن لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم.